أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم يا شباب موضوعنا إن شاء الله بعنوان الصلاة. المحاضرات، هذه المحاضرة وما بعدها من محاضرات، انتبه، سنشرح فيها موضوع الصلاة وأحكامها وسننها وهيئاتها ومبطلاتها، طبعا من قبل مفهومها ومشروعيتها وتاريخ المشروعية وكثير من الأحكام التي تتعلق بالصلاة. جيد. فالآن احنا كعادتنا في شرح أي موضوع نعرف المصطلح الذي ندرسه. فالصلاة لها في اللغة معاني كثيرة، تأتي لأكثر من معنى، تأتي بمعنى الدعاء وتأتي بمعنى الاستغفار، ودل على ذلك قول الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم أو استغفر لهم، إن صلاتك سكن لهم. أما عند الفقهاء فالصلاة تطلق على أقوال وأفعال مخصوصة، أقوال وأفعال مخصوصة. لو نظرنا إلى طبيعة الصلاة بنلاقيها هي عبارة عن جملة من الأقوال والأفعال، لكن هل هي أية أقوال؟ هل هي أية أفعال؟ لا، هي مخصوصة التي ورد بها النص، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. وطالما أن الدعاء في اللغة أو الصلاة في اللغة معناه الدعاء، فلماذا سميت الصلاة صلاة؟ سميت صلاة لأن الغالب فيها يكون الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من باب إطلاق الجزء على الكل، من باب إطلاق الجزء على الكل. إذن الصلاة لغة ما معناها؟ الدعاء والاستغفار. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. طيب، ما معنى الصلاة اصطلاحا عند الفقهاء شرعا؟ ما معنى الصلاة؟ أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. جيد. الآن الحكمة من مشروعية الصلاة، ما هي الحكمة يا ترى من مشروعية الصلاة؟ من يقول؟ من يجيب؟ من يجاوبني على هذا السؤال؟ التقرب إلى الله. اثنين، الإنسان في حياته مشاغل كثيرة جدا، صح ولا مش صح؟ فهو يلهو ويلعب، يأكل ويشرب، ينام ويستيقظ، يتاجر، يبيع ويشتري، فلربما ينسى، والغالب أنه ينسى، ينسى حقيقة وجوده في هذه الدنيا، وهي قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبالمناسبة العبادة مصطلح شامل لكثير من الأمور الفاضلة، من الصلاة جزء من العبادة، الصلاة هي جزء من العبادة. ففي الصلاة يتقرب الإنسان من ربه ويقف عند حقيقة نفسه وأنه بحاجة إلى ربه سبحانه وتعالى، وأن يكون دائما وفق تعليمات الله، وفق تعليمات شرع ربه سبحانه وتعالى، في كل تصرف وفي كل فعل وفي كل أمر يقوم به. واضح يا حبيبي؟ جيد. هذا أولا. أما ثانيا، إذا علم الإنسان ذلك وعرف مقدار حاجته لربه سبحانه وتعالى، فإنه يعلم أن المنعم والمتفضل وصاحب الفضل، وأن الفضل كله لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فهو بحاجة إلى هذا الخالق العظيم الذي ينعم ويتفضل ويكون دائم التعلق والاتصال بربه سبحانه وتعالى، دائما يدعو. وينتج من هنا الإيمان بما قسم الله سبحانه وتعالى، الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ثالثا، الصلاة عبارة عن ساعة أو لحظة تكون الدعوات فيها مستجابة،
تكون الدعوات فيها ايش؟ انت عندما يشكل عليك امر وتريد ان يحقق الله تعالى لك امرا من امور الدنيا او الاخرة، فانك تلجأ الى من؟ الا تلجأ الى الله تعالى تطلب منه هذا الامر؟ فهو خير مسؤول، لا يسأل عن حاجة الا الله سبحانه وتعالى، تغسل بها ذنوبك ويستجاب بها دعواتك وتقضى بها حاجاتك، وهكذا هي الصلاة. ومن هنا فإن الصلاة تعتبر غذاء لعقيدة الإنسان المسلم، تذكره دائما بمولاه بربه سبحانه وتعالى، وترضيه بما قدر الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره في كل شيء. اعلم أن ما أصابك ما كان ليخطئك، وما أخطأك ما كان ليصيبك، وكل شيء عند الله سبحانه وتعالى بمقدار. والكلام الذي ممكن أن نضيفه في هذا المجال كلام كثير جدا. فالصلاة لها فوائد كثيرة ومتعددة، لها فوائد شخصية، لها فوائد اجتماعية، لها فوائد دينية، لها فوائد كثيرة جدا الصلاة. لكن علينا أن نعلم أن الخير فيما شرعه الله سبحانه وتعالى لنا، وما كان الله تعالى أبدا ليشرع شيئا عبثا، حاشا لله أن يكون كذلك. واضح؟ كل شيء ربنا سبحانه وتعالى بشرعه سواء كان فيه حل أو حرمة فهو لمصلحة الإنسان، سواء كانت هذه المصلحة دنيوية عاجلة أم آجلة أخروية في الآخرة. ولذلك يا إخوة، لذلك الأصل أن نمتثل لأمر ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان هذا الأمر أمر فعل أو أمر إيش؟ أو أمر ترك. أمر الفعل اللي هو الواجبات، وأمر الترك ما هو؟ المحرمات أو الأمور المنهي عنها. فلا يحسن بطالب جامعة أو بطالب من طلاب الجامعة وصل إلى مرحلة جامعية يدرس في تخصص محترم، يعني يعقل ويفهم ويبصر ويعرف عواقب الأمور، ثم هو لا يصلي، أو ثم هو يصنف من تاركي الصلاة. والله يا إخوة هذا حرام وغير لائق أصلا كمان. يعني أنت يعني يجب أن يقف كل واحد منكم يا شباب مع نفسه ويرتل قول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ ما غرك أنت أيها الإنسان، أيها الشاب الفتي القوي المقبل على الحياة بقوة، صاحب الجسم القوي والبنية المتينة والعضلات القوية، هل أنت يعني بمقدورك أن تتحمل عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة؟ هل أنت بمقدورك أن تصبر في العذاب؟ ما الذي غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ هل أنت الذي تملك التحكم في هذا الوجه المنير أو في هذا الجسم القوي؟ هل أنت صاحب الفضل في وجوده أم أن صاحب الفضل هو الله سبحانه وتعالى؟ إذن هذا الذي أعطاك هذا الفضل هل يستحق الشكر والثناء؟ هل يستحق العبادة؟ قطعا يستحق، قطعا يستحق الشكر على كل الأحوال. هو الذي لا يحمد على المكروه سواه، الله سبحانه وتعالى لا يحمد على المكروه إلا الله سبحانه وتعالى، فنقول الحمد لله في السراء وفي الإيه؟ وفي الضراء. ولذلك يا إخوة الأصل يا شباب إنه كل واحد فينا الآن محاسب الإنسان. أنت لست صغير، إياك أن تسمع تسويف نفسك وتقول غدا سأصلي، السنة القادمة، رمضان الجاي. وإياك
أن تستمع لرفقاء السوء، فرفقاء السوء في كل مكان وزمان لهم وجود، لهم وجود ولهم تأثير. ماذا سيقول عني صديقي فلان لو أني التزمت وصليت؟ لا، اسأل نفسك سؤالا، ماذا سيقول عني ربي الذي خلقني فسواني ورزقني وألهمني وأعطاني؟ ماذا سيقول عني ربي لو لم أصلي؟ وكيف سيكون حالي عند الموت؟ كل واحد يسأل نفسه سؤال ويتصور نفسه. يا شباب، كيف أنت تحب أن يكون نفسك عند الموت؟ هل تريد أن تكون عند الموت ممن يقول للناس في جنازته أخروني أخروني؟ لأن العاصي إذا خرجت روحه وقبضت روحه وغسله الناس وحملوه إلى القبر، تقول الجنازة أخروني أخروني لما رأى من عذاب القبر وعذاب يوم القيامة. ساعتئذ تكون الروح في واد وفي شغل، والجسد والجثة في واد آخر، الناس تغسل وتكفن وتودع، وروح الإنسان ترى إما مقعدها من الجنة وإما مقعدها من النار. أخروني أخروني، وين موديني؟ إيش هالبلوى اللي راح يتحطوني فيها؟ أما النفس الراضية المرضية التي قدمت لهذا اليوم فتقول قدموني قدموني. فرق بين أن يقال أخروني أخروني وبين أن يقال قدموني قدموني رغبة فيما رأى فيما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. إخواننا، والله أنا بدي أقول شغلة، ما لا مجال ولا يمكن أن يعذر أي شاب أو فتاة في سن التكليف فما فوق من أن يكون قاطعا لصلاته تاركا لها، لا يعذر ولا يتصور ولا يليق. أنت ألست تحسن إلى من أحسن إليك من البشر؟ ولله المثل الأعلى، والله تعالى غني، غني عن أفعال العباد وغني عن إحسانهم وغني عن كل شيء. ولو أن كل الناس تركوا عبادة الله سبحانه وتعالى ما كان ينقص ذلك من ملكه شيء، ولو أن كل المخلوقات أقبلوا على عبادة، إن الله سبحانه، الله غني عن العالمين، غني عن كل الناس. وبالتالي يا شباب، يعني الخمس دقائق هدول أنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون وقعت موقعا في قلب كل واحد منكم. من كان مقصرا فليجتهد وليتقدم وليعلي همته، من كان قاطعا لصلاته يعد حساباته من الآن قبل أن يذهب إلى البيت وقبل أن يرجع إلى غرفته ويضع رأسه على سريره وعلى وسادته. من الآن قرر ماذا تريد أن تكون يوم القيامة، ماذا، كيف تريد أن يكون حالك في القبر، ماذا تريد أن يكون حالك عند الموت، عند الموت، عند قبض الروح. الكلام في هذا المجال كثير جدا يا شباب، وقد لا تكفي لا محاضرة ولا محاضرات أن نتكلم في مواعظ ويعني زجر لمن ترك الصلاة. ولكن أنا يعني أظنكم أحسبكم كذلك، ولا أزكي على الله أحدا، أنكم من أهل الخير ومن أهل الصلاح ومن أهل التقوى والبر بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا أظن أن فيكم يعني من يترك الصلاة لا تكاسلا ولا انشغالا ولا جحودا ولا إنكارا. الأصل أن يعني الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ويشكره على نعمه التي لا تحصى ولا تعد. تاريخ مشروعية الصلاة، هل الصلاة موجودة بوجود شريعة الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أم كانت قبل يعني
قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل زمانه. يقول الصلاة من العبادات القديمة، ولذلك دل على ذلك أن سيدنا إسماعيل عليه السلام قال الله تعالى حكاية عنه: وكان يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه إيه؟ مرضية. أيضا على لسان عيسى: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. لكن كيف كيفيتها؟ فعندما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يصلي كل صباح ركعتين، وفي كل مساء ركعتين، وهذا الذي ورد في قول الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. العشي هو وقت المساء، والإبكار وقت الإيش؟ وقت الصباح. واضح؟ طيب، الآن الصلوات المكتوبة هي الخمس صلوات التي وردت وجاءت في حديث الإسراء الطويل الذي أخرجه البخاري، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فرض الله عليه 50 صلاة، فراجعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هي 50 في الفعل و50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. وبالتالي فإن الصلوات الخمس التي كتبت وفرضت في حادثة الإسراء تعتبر ناسخة للركعتين اللي كان يصليها الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل. الدليل على مشروعية الصلاة، طبعا هذه يا شباب كلها أمور يعني أصبحت معلومات بالنسبة لكم سهلة، دليل المشروعية والحكمة من المشروعية والكذا، فإحنا نريد أن نستعجل فيها حتى يعني نستطيع أن نأخذ أكبر قدر من الأحكام اللي بتخصنا في الحياة العلمية والعملية، في الامتحان وفي الحياة الواقعية. وهذا يعني بيجي عند الحديث عن الأركان. عند الأركان سنتوقف عند كل ركن نشرحه يعني شرحا وافيا بإذن الله. طبعا الصلاة مشروعة من القرآن ومن السنة ومن غير ذلك من الأدلة. أما من القرآن فقول الله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ابن عباس فسر هذه الآية فقال: أراد بقوله حين تمسون صلاة المغرب والإيش والعشاء، وحين تصبحون صلاة ماذا؟ الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة ماذا؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي بأوقات مخصصة ومحددة. الأعراب اللي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال: 5 صلوات في اليوم والليلة. النبي قال له، قال: هل علي غيرها أو هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، يعني إلا أن تصلي صلاة تطوع. واضح؟ عليكم السلام. طيب، الآن الصلاة لها مكانة عظيمة جدا في الشريعة الإسلامية. أي الأعمال أفضل؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة. قال: ثم ما؟ يعني ماذا؟ قال: الصلاة. ثم ماذا؟ قال: الصلاة 3 مرات. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس يمحو الله بها الإيه؟ الخطايا، وغير ذلك كثير من الأدلة. وهنا نتوقف قليلا، ما هو حكم تارك الصلاة؟ ما هو حكم تارك الصلاة؟ لو كان الإنسان لا يصلي فما هو حكم تارك الصلاة؟ ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ شو حكم ترك الصلاة يا شباب؟ يا صقر، في يتركها جحودا وهناك من يتركها تكاسلا
أو استخفافا بها، فالجاحد بها فهو كافر لأنه أنكر ما علم من الدين بالضرورة. والتكاسل مؤمن لكن يعتبر فاسقا. جيد. التهاون في ترك الصلاة جهودا أو تهاونا فيرد إلى الكفر. يعني احنا بدنا نميز بين انه هل يبقى على ايمانه ام يخرج من حظيرة الاسلام بتركه للصلاة وعقوبته ايضا. هو هذا التقسيم ليس تقسيما، يعني ليس نوع من الرفاهية في العلم والكذا. هو يجب ان ننظر عندما نسأل هذا السؤال، يجب ان ننظر ما هو السبب الذي يدفع الانسان لترك هذه الفريضة وهذه الشعيرة. هل هذا الرجل ملحد كافر ينكر فرضا من الفروض، يقول لا شيء اسمه صلاة، ليس هناك فرض من الفروض اسمه صلاة؟ إذا كان الأمر كذلك، جاحدا لوجوبها مستهزئا بها، فإنه يعتبر مرتدا عن الإسلام. لاحظ الأمر خطير جدا. وإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنك أنكرت يعني ركنا من أركان الإيمان، الصلاة ركنا من أركان تحقق الإسلام. جيد. وبالتالي هذا الإنسان يستتاب، يعني الحاكم المسلم يسجنه ويستتيبه، يؤمر بالتوبة ويؤمر بالرجوع، فإن تاب وأقام الصلاة يخلى سبيله، وإلا قتل إيش؟ حدا، أي أقيم عليه حد الردة بسبب تركه للصلاة. وهذا النوع من الناس لا يجوز تغسيله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولا دفنه في مقابر المسلمين، لأنه ليس من المسلمين. أرأيتم عظم الأمر وخطورته؟ تصور اللي بيصليش يقف مع نفسه، برضى على نفسه أن يدفن في مقابر اليهود أو النصارى؟ أنا متأكد أنه لا، حتى لو ما كانش بيصلي. لا. أما والله إن سألنا الشخص لماذا لا تصلي، ووجدنا أنه لا يصلي لأنه يعني يتكاسل، أو يصلي فرضا ويترك الآخر، فإنه أيضا يكلف بقضاء الصلاة التي فاتته والتوبة عن هذه المعصية، وإلا فإنه يعتبر من العصاة. إن لم يقم الصلاة يقتل، ولكنه يعتبر مسلما فيعامل لأنه لم ينكر. فالفرق بين الأول والثاني، الأول كان منكر للفرض، هذا لم ينكر لكن متكاسل، أيضا جرمه عظيم ومصيبته كبيرة، ولا يعني تؤخذ الأمور بسهولة. يعتبر مسلما ويعامل معاملة المسلمين لكن يقتل إن رفض إقامة هذه الشعيرة وهذه العبادة. هل هناك أوقات تكون الصلاة فيها مكروهة؟ إيش رأيكم في هالعنوان؟ هل هناك أوقات تكون الصلاة فيها محرمة؟ طيب، تكون الصلاة مكروهة كراهة التحريم في الأوقات التالية، في الأوقات التالية عند الاستواء، أصبر شوية أقول لك شيء، يعني إلا يوم الجمعة. هذا ممكن يجي سؤال مقالي في الامتحان، أذكر الحالات التي تكره فيها الصلاة، وفي الأحكام كمان ممكن يجي.
عند الاستواء. مين يحكي لي ما ماذا نقصد بكلمة عند الاستواء؟ لا في فرق بين الزوال والاستواء يا شيخ. يا صقر. نعم. وهو يعني يكون هذا من بعد صلاة الفجر إلى قبل الظهر بربع ساعة تقريبا. في هذه اللحظة في هذه الفترة من شروق الشمس إلى قبل الظهر تكره الصلاة إلا يوم الجمعة. نعم. بس أصبر شوية عاد. أصبر شوية. لو صبرت لنلت. إجاكم في الامتحان حاجة اسمها النفل المقيد. صح؟ بس وحد الله. بعدين بنعرف غلط ولا صح. الآن في هناك صلوات يكون لها سبب. أو ورد فيها نص. هنا تزول الكراهة يا شيخ. هنا تزول الكراهة. جيد؟ لذلك اصبر ولا تستعجل. وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. يعني من بعد صلاة العصر إلى أذان المغرب هذه من الأوقات التي تكره فيها الإيش؟ الصلاة. إلى الظهر. قرب الظهر. وهذه من الأمور التي كان يقدرها العرب، إذ إنهم في تقدير أوقات الصلاة ما كان عندهم وقت محدد، كانوا يعتمدون على قضية الظل وارتفاع الشمس واستواء الشمس وكونها شمس عمودية أو كذا. جيد. وهذا كان واضح في الأوقات، لكن احنا من ناحية عملية أوقات الصلاة ما بتفيدكم في شيء لو شرحناه، وغير مقرر أصلا في خطة المساق. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا فيها أيضا. يعني حتى دفن الميت في هذه الأوقات مكروه، حتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. لا، قوله حين تطلع الشمس بازغة المراد أول ظهور قرصها، يعني عند إيش؟ شروق. قائم الظهيرة يطلق على البعير. البعير بيكون بارك من شدة حر الأرض، وهو في وقت الظهيرة في الصيف تقدر تمشي حافي على الأرض أنت؟ مستحيل. وهذا بيقدرش يضل قاعد فبيقف. شوف أنت إيش إيش بيستخدموا ألفاظ حتى يحددوا المواقيت. فصار يكنى به عن شدة الحر، تميل عن وسط السماء، أو تميل يعني تميل عن وسط السماء تضيف، تميل مصفرة وتقرب من الغروب، حتى السماء لونها يكون مائلا إلى إيش؟ إلى الصفرة. أيوة يوسف. الآن إجا سؤالك، بيقول طلع في الكتاب أو في العرض على السبورة، بيقول: وهذه الكراهة إن لم يكن للصلاة سبب متقدم. فإن كان هناك سبب يعني محمول على عدم التعمد، أنت إجيت قريت في الكتاب إنه بعد قبيل المغرب الصلاة مكروهة، طب والله لا أصلي وأشوف مين بدي يمنعني. المقصد أنا بوضح لك السؤال. جيد. أما إذا لم يكن الأمر فيها متعمدا، سواء الدفن أو الصلاة، أو كان للصلاة سبب متقدم كسنة الوضوء وتحية المسجد وقضاء الفائتة، فلا كراهة في ذلك، وكذلك ما سألت عنه من صلاة الضحى. جيد. فهذا اسمه إيش؟ الله يفتح عليك. تمام. طبعا قضاء الصلاة لو أراد أن يقضيها في وقت الكراهة دليل الجواز. لو إجاك سؤال حكم في الكتاب في الامتحان، أو حدا سألك، بلاش الامتحان، حدا سألك قال لك أنت طالب جامعي ومتعلم وما شاء الله عنك، تعال أنا نمت العصر وصحيت ما صليتش، نمت قبل العصر بشوية وما صحيت إلا قبل المغرب بعشر دقائق، هل أقضي العصر مجرد ما استيقظت من النوم؟ قولوا نعم.
يقول لك لا يا شيخ طب مكروه الصلاة أنا سمعت. يقول له أنت هذا قضاء ووقع بسبب وأنت لم تتعمد الصلاة في هذا الوقت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها من حد ما تتذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني الكفارة التي تجزئ هي صلاتها أو أن توقع الصلاة عندما تتذكرها، وقت ما تتذكرها. طب الإعادة إحنا درسناها، الإعادة أن تؤدي صلاة من الصلوات المكتوبة ثم ترى فيها نقصا أو خللا من الآداب فتعيدها على وجه لا يكون فيها خلل أو نقص. حكم إعادة الصلاة الاستحباب، مستحب أنك تعيد صلاة جيد إذا رأيت فيها نقصا أو خللا. أما القضاء فهو تدارك الصلاة بعد خروج وقتها أو بعد أن لا يبقى من وقتها ما يسع ركعة فأكثر، وإلا فهي أداء. يعني لو أنت كبرت تكبيرة الإحرام لصلاة العصر فأذن المغرب، رحت تصلي العصر قبل المغرب بدقيقتين، دوبك كبرت تكبيرة الإحرام فأذن المغرب، تقع أداء أم قضاء؟ قضاء. من تجب عليه الصلاة؟ تجب الصلاة على كل مسلم ذكرا أو أنثى، بالغ عاقل طاهر، فلا تجب على الكافر ولا تجب على مين؟ على المجنون أو المعتوه. واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم وعن المجنون حتى يعقل، يعني يرجع إلى عقله. طب النائم لو فاته من الصلوات شيء هل يجب عليه القضاء؟ نعم يجب عليه القضاء. إذا كان مقصرا، يعني أنا بدي أعطيك مثال واضح وصريح. اليوم أنت بتروح من الجامعة تقول أنا تعبان، تخش غرفتك تسكر جوالك، مش تحط المنبه، لا بتسكره وبتطفي منبه الساعة، وإلك سطو على أهل البيت، ممنوع حد يصحيني، لما نصح لحالي بقوم. طب أدن الظهر أدن العصر أدن المغرب، أنت آثم، آثم. ومن لم يوقظك فهو آثم. إذا أهل الدار سمعوا الأذان بيأذن وأنت شايفينك نايم ومش راضين يوقظوك فهم في الإثم سواء معك. طبعا، لأنه أنت مفترض تاخذ احتياطاتك، أنت مفترض تسكر باب الغرفة ماشي الحال عشان ما يدخلوش الأولاد صغار ويصحوك من النوم، لكن شغل المنبه، يعني حط اعمل احتياطات إنك أنت تستيقظ. النية، يكون في عندك نية الاستيقاظ. أقول لك أقلها الدعاء قبل أن تنام، تدعو الله تعالى أن يوقظك لصلاة العصر. هذا لما يكون الصلاة في إلى يعني شاغلة بالك وبالنسبة لك تكون هم، لكن لما تكون الصلاة ثقل على ظهرك ساعتئذ أنت تتخلص من هذا الثقل بأي وسيلة إيش كانت. طيب ننتهي ونكتفي بهذا القدر من الحديث.